اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هذا صراحة ما عرفتوش واش السؤال ولا مجاملة، مي جاني في الانستغرام. شارك معنا الحوايج اللي خلات دماغك قوي. اوكي، ندوي على هادشي هذا شي شويه. تابونا في القناه ونتلاقاو من الاعلان. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها نقاطات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. اوكي الاخوان، ندوي على هذا البلان هذا ديال شي حوايج اللي كيخليو الدماغ ديالك شويه قاصح، يعني تيخليوه تيكابتي بزاف، تيقدر يخدم. ف الا كنتي كتشوف عقلك ما قويش، اعرف باللي من هاد الحاجه من بين الحوايج اللي مأثره عليه، واللي هي انك ما كديرش واحد التمارين رياضيه منتظمه. ماشي بالضروره الرياضه. غنعطيك، شوف، ندوي معاك بطريقه يعني اللي نوصل لك بها الفكره. غنعطيك واحد اللعيبه زوينه. شوف، في النهار قبل الغداء، قبل الفطور هبط 10 تراكسيون، قبل الغداء هبط 10 تراكسيون، وقبل العشاء هبط 10 تراكسيون. كندوي معاك حتى انت اختي، يعني قبل الفطور هبط 10 تراكسيون ولا 5 تراكسيون ولا المهم علاش قديتي، و يعني قبل الغداء وقبل العشاء اللعيبه ديريهم. تراكسيون هي البوش ابس، يعني التراكسيون ديك الحركه الرياضيه. هذا البلان هذا تيقوي القلب وتيقوي الدماغ، يعني قد ما درتي التمارين الرياضيه قد ما زاد قوة الدماغ ديالك في ذاك النهار. عرف، بين الحوايج اللي تنشوف مثلا عقلي بعض المرات كيكون مجمك، من بين الحوايج اللي كانت اثرت فيه هي يعني انني مثلا ما درت شي حركات رياضيه منتظمه. فهذه القضيه هي اللي كندير انايا، يعني كسلوك قبل الفطور قبل الغداء، بحال الكينات. قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء هبط 10 تراكسيون، هبط 10 تراكسيون وتفكروني وتفكروا القناه ديالي. دونك انا نكون ساليت هذا الفيديو، و بيس اند لاف. ما تنساوش تفولوني في الانستغرام. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.